هذا فيديو عن موضوع الطرق، طرق الركوب او اساليب الركوب. طبعا اتوقع كان الموضوع بشكل عام بس بطريقه اخرى، اللي هو فكره انك تسمع شيء معين، كلمه تعجبك، اسلوب يعجبك، طريقه تعجبك، ثم تاخذها وتطبقها. بس يعني عفوا تاخذها وتدعي انها لك وانتهينا. زي ما قلنا موضوع ان السيارات الجيده تحترم مرسيدس او تحترم مثلا بي ام، تطلع بعدين يقلدونها. اللي جعبته فاضيه ما يقدر يجي يخترع شيء جديد او يجيب شيء جديد او يجيب شيء مميز جيد، فيحتري الناس يتكلمون ثم ياخذ اللي يسمونه يستغل عليهم. فالدعوه مو فقط انك تقول الشيء، انت توريه بالخيل بالذات. لان زي ما قلنا الحكم حصان في الكوره، في الامور اللي زي الكوره مثلا، او ادوك اسمع امدحني قدام الناس، تمدحني قدام الناس خلاص انا جيد كوره ما اتكلم. لكن تخيل اقول لك امدح قل للمسبح اني سباح جيد، تغرق تموت المويه ما تدري. ذاك الخيل ما ممكن تقول الحصان ترى لا تقمص، ترى الناس يقولون انا جيد، ما يقمص يعني ما يضيعك، طز فيك وفي الناس. هنا مثل الخيل، اذا مو فقط تقول لازم تورد. طبعا ما اتكلم الموضوع بشكل عام، بس النقطه اللي بركز فيها موضوع الطرق. في ناس تسمع طريقتي في الركوب، اسلوبي في الركوب، مدرستي في الركوب، يكون طريقتي لي طريقه لي اسلوب لي مدرسه، ميه بكلام. لو كان مجرد كلام اي واحد عنده مدرسه، واي واحد عنده طريقه، واي واحد عنده اسلوب. بالفعل في غير الخيل بالفعل كل واحد له اسلوبه، بس في الخيل في حكم. ما يمكن تقول لي طريقه اذا كنت تركب بخطا. ركوب الخطا ليس طريقه، احنا قلنا في خطا وفي صح. ثم لما اتكلم عن الصح نقول في صح وفي صح، بس زي ما قلنا الاختلاف مع اللي يركبون صح في الاصل ما في اختلاف، اختلاف في الفروع، اختلاف جذري قوي في الطريق الى الهدف، لكن الهدف واحد ما في اي خلاف في الهدف. بينما اختلافهم مع الطرق الخاطئه في الهدف نفسه، قبل الطريق في الهدف نفسه. فلا يمكن تقول الطريقه خاطئه، طبعا احنا نسميها طريقه خاطئه بالفعل بس مو طريقه. لما تقول طريقه معناتها فقط اشخاص معينين يسوونها، مو اي واحد يسويها. عشان تكون طريقه او مدرسه او اسلوب مو اي واحد يسويها، في تميز، مو بكلام، مو تميز كلام، تميز توريك. اذا كنت تركب خطا، ركوب خطا ليس طريقه وليس اسلوب وليس مدرسه. الركوب الخطا هو ما كنت افعله انا، ما كنت تفعله انت، ما كان يفعله هو. لما بدينا ركوب كل البشر بدون استثناء يسوونه، كيف يكون طريقه؟ كيف يكون مدرسه؟ المدرسه او الطريقه هي الشيء المميز اللي مو باي واحد يسويه، فقط ناس معينين في الطريقه يسوونه. في الامور الاخرى كلام، في الخيل توريني، ورني وش الاشياء اللي تسوونها والناس ما يسوونها. في هذه الحاله عندكم طريقه، عندك طريقه. لكن لما عندي طريقة في الركوب، وش طريقة في الركوب؟ عندي طريقة، أدري عندي طريقة، أبي أشوفها، وش طريقة في الركوب؟ عندك طريقة في الركوب، فهمنا؟ أبي أشوفها، أقدر أشوفها؟ يوريك ركوب عادي. طب وين الطريقة؟ هاي طريقة. طب وش لي في طريقتك؟ وش سويت؟ اللي أنت سويته أنا أسويه، وذاك يسوي، فلان يسوي، وين الطريقة؟ لكن لما تجيب خيالك طريقة مثلا صحيحة أخرى، خصوصا عن تتفق معه أو تختلف معه، تعال أنا أسوي شيء ما تسوي. اختصار يعني تركب خطأ ما تسوي. هاي طريقة. ليه سويتها؟ لان عندي طريقه، تعال اعلمك الطريقه. فعشان يكون عندك طريقه في الركوب لازم تكون الطريقه مميزه، يعني لازم تكون شيء مميز. يقول لك لا طريقه بس خطا، قلت لك طريقه خطا في الامور الاخرى نعم، غير الخير لما في اثبات. اسلوبي طريقتي طبعي لما في اثبات، يعني كل واحد بيقول رايه، انا اقول صح وانت تقول خطا. في الخيل مو انا الحكم ولا انت الحكم، حصان الحكم. إذا نجحت فهي طريقة، إن فشلت ليست طريقة، فقط ركوب خاطئ. إحنا نسميه ركوب طريقة خاطئة، مو طريقة خاطئة. فمين بالدعوة أن عندي طريقة وانتهينا؟ وش طريقتك؟ فكثير من الناس يسمعوا طريقة ما طريقة، لا، في خطأ وفي صح في البداية، عشان ناخذها حبة حبة. في خطأ وفي صح. الخطأ ما هو طريقة، الخطأ كلنا نسويه، كلنا سويناه وأي واحد يقدر يسويه. يعني كلنا سويناه وكلنا نسويه وكل واحد يقدر يسويه. لو تقول يسوي سوي على طول، لأنه خطأ وأنت تميز في الخطأ. الصح هو الطرق، طبعا تختلف كثيرا الطرق، من يعني خطأ ثم صح ثم تختلف الصح، كل واحد يقول انا صح، لكن هدفهم واحد. الاختلاف في الاصل في الطرق الصحيحه جذري وقوي جدا، بس في الفروع في الطريق الى الهدف. لكن لما تختلف مع اللي يركب خطأ تقول له اختلافي معك في الاصول وليس في الفروع، اختلافي معك في الاصول ولو كان في الفروع انا ناقشتك، اختلافي معك في الاصول مو في الفروع، كيف اناقشك؟ اصل المساله كنا ما احنا متفقين، لكن هناك لا متفقين اتفاق تام على الهدف، لكن الطريق الهدف بس يختلف. انا اقول الطريق ذا احسن، انت تقول الطريق ذا احسن، كلنا نوصل. كنا رايحين مكه، انا اقول الطريق ذا احسن، تقول الطريق ذا احسن، ونوصل نتقابل هناك. كل واحد مصر انه احسن ومن حقه، لكن كله صحيح. وكلنا معترفون انه صحيح، يعني وصلوا مكه. لكن يقول واحد يقول بروح معكم مكه يوصل جنوب.
وصل نجران، ما كان هناك، معناته ماشي طريق الخطأ. إذن الهدف المطلوب من الطرق الصحيحة والخاطئة، أو خلينا نقول من الخطأ والصح والأصح، مكة. كلهم يبغون يروحون مكة. اللي يركبون صح باختلاف طرقهم كلهم وصلوا، اللي يركب خطأ ما راح الغرب، راح الشمال أو الشرق أو الجنوب، وجاي ناقش وعلي طريقة، يعني بطريقة كان طريق خلك. فليس كلام طبعا، تنطبق عليها الامور الاخرى كلمات. طبعا انا اتكلم عن كلمات زي ما قلت، واحد كل معك واحد يسمي الاسم اللي يبغاه، بس انت تقدر تختلف بالتسميه. عيد كلام في جميع كثير من المقاطع تكلمت فيها، تقدر تختلف معي بالتسميه لكن ما تختلف معي بالفكره. الفكره واقع، انا قد اكون تسميتي نختلف انا فيها، تقول دقيقه او مو دقيقه نقطه اخرى، لكن الفكره واقعيه ما يمكن تنكرها. في الكلمات اللي اقولها تحرير، مواكبه، تخيير، الكلمات هذه طبعا انا اخترعتها واقولها بالخيل اني اراها مناسبه لما يحصل، يعني لغويا اقرب شيء اللي قاعد يحصل فاسميها التسميات هذيك، واحد يسميها التسميه اللي يبغاه. ولكن كونك تسمعها تقوم تاخذها وتحطها في طريقتك، ما يعني انها بالفعل موجوده في طريقتك، مو في كلام الدعوه. انت زي ما قلنا نعيد ونكرر، ليه عندك طريقه؟ وين الطريقه؟ ورنيها. كيف طريقك مواكبه؟ اشرح لي ليش مواكبه، اشرح لي ليش حريه، اشرح لي. فمين بالدعوه بسهوله فقط تسمع الشخص يقول كلام معين ثم تاخذها وتطبقها في طريقه منتهينا؟ مين بسيارات تحط اسطب اسطب في الاكسنت يشبه المرسيدس وانتهينا، اسطب في الجيتسون يشبه الرزراد وانتهينا؟ مين بسيارات هنا خيل؟ فرق بين السيارات والخيل، السيارات نقدر نكذب، السياره ما تتكلم، الخيل صار يطيحك ويعلمك شغلك خطا. فتستطيع ان تحرف في الكلام على كيفك او تغير الكلام على كيفك، لكن فكره الكلام واحده. فان لم تطبق الفكره اللي تدعي انها عندك ايضا، انت عندك شيء انا عندي، او ان بالعكس انا اسوي اكثر منك، طب ورني مين الكلام؟ لكن زي ما قلت تلقى الشخص اصلا ما عنده جبهته فاضيه، فيحتدي تقول شيء ثم يستغل عليك. لو كان بالفعل بادي، طب ليش ما جبت منه لنفسك؟ الكلمه الفلانيه هذه او هذه او هذه او هذه اللي زي ما مشيت، ليه ما استعملتها قبلي؟ ليه تحتري ما اقولها عقبها قلتها تقوم تستغلها علي؟ معناته من كثر ما انت ما عندك كلمات ولا عندك شرح ولا عندك شغل صحيح، تحتري ما اقول شيء ثم تدعي انه لك. ما تكلم عليكم خطا، او يركبون صح في طرق اخرى، لكن قصدي بالذات يركبون خطا، يعني قاعد يركب صح له خلينا نقول الحق انه يتكلم في الامور هذه، لانه عنده اثبات الى حد ما زي ما قلنا. يعني تقدر تحجه بس الى حد كبير، عشان تحجه تحتاج اختبار قوي جدا، انك انت احسن منه بالفعل تحتاج اختبار قوي. فكان اتكلم عن اللي يدعي انه يركب صح وخراط، او انه يدعي انه يركب طريقه صحيحه وما يركب في طريقه صحيحه. انا كارثه يعني. شو انا وانا ناظر شوف التلفزيون مشغله دبي ريسنج، والحصان حصان سباق قفز وطاح، معلش شطحه بس شيء مهم. الحصان راكب الجوكي مطر، يوم مطر ما قدر اوشي، يوم مطر وانطلق حصان فيه، حصان قفز حصان سرعه حق قفز اللي اكس ريسنج، سباق سرعه كيلو كيلو وين، في حواجز. فالحصان مع الانطلاقه هو ناوي الحاجز، الرجال يبغى يهدي الحصان والحصان متفلت حار، جاب لي موضوع حذفة الحصان. فالحصان حذف يسار لان الجوكي يحاول يهديه، الحصان انطلق ناسي الحاجز، الحاجز قدامه بالشكل هذا، طمر كذا وطاح انقلب. عاد قاعد يدور ببطيء قبل شوي. الفكره ان الحصان كان بيطمر وكان ناوي يطمر صح وكان مضبط وضعه، انت حاولت توقف خطا. اللي كنت اتكلم عنه في النقاط الموضوع، اي اختلاف اكثر مقاطع كنت اوضح فكره، اي اختلاف بيني وبين اتوقع ثلاث مرات عنها، اي او امان او ميزه الوقوف لما تختلف انت وحصان، اي اختلاف بينك وبين الخيال انت الوقوف. هو يبغى يفتح، يبغى يقفز واسع موسع وكارب او فاتح، الحصان قرر انه يزيد سرعته، والخيال لا يبغى يوسع ويفتح. اختلف ادى الى ماذا في الحاله هذه؟ انطلق وغير اتجاهه. توقعت ان اللي نفس بريس يعجل البرنامج ده من يعيدونه، وبو مره اشوفه الحصان طمر بالشكل هذا وانقلب وطاح ورا ركب. لو كان طريقته في الركوب، طريقته يعني مو طريقه خطا، لو كان طريقته في الركوب صحيحه غير طريقته في الركوب الصح، لو كان طريقته في الركوب صحيحه الحصان بيسوي نفس الحركه بس اقل، بينطلق بس انطلق موزون تحت حاقه. لكن لو كان طريقته في الركوب الاصح الطبيعيه الفطريه يوقف الحصان في الحاله هذه. الحصان اللي انقلب حصان ثربت، انقلب هو الخيال، تعور الخيال وتعور حصان خلاص انتهي تاريخه، وانتهي زي ما تقول سباق ما عاد يسابق حصان، كان ممكن يوقف انتهينا. طبعا هي شطحه بس زي ما قلت شفت المقطع يعني
يعني هذا نربط في موضوع المقطع اللي قلنا وش فائدة الركوب ووقوف الحصان اختار تبيع. جميع الطرق الصحيحة الصحيحة والخطأ اختلف انتبه منك انطلاق ايجابي او انطلاق سلبي بحسب. لما تختلف انت بيها يؤدي الوقوف تحل 90% من مشاكل الخيل. هذه طبعا من ضمن رجوعا لموضوعنا اللي هو موضوع ال نسيت الموضوع. طرق الركوب. اي نعم طرق الركوب. فليس من الحق انك تقول عندي طريقة ركوب. طبعا اكيد من حقك ستقول استاذ المهم حقك يعني كان كانوا تقول ما عندنا واقع كانوا تقول الشيء ما عندنا واقع. سألك العمر هذا مو بواقع. في الخير قصدي في الامور الاخرى نعم لما يقول انا ارى ان اسلوبي احسن منك في الحياة وانت ترى ان اسلوبك احسن مني في الحياة ما في اثبات واضح. ممكن الناس يقول انا صح ممكن الناس يقول انت صح. في الخير المجال حصان موجود قدامنا. في مجال الكذب ومجال الجهل لكن ما في مجال انك تقول واقعين حاجة ما حاجتني واقعين. الفكرة واضحة. اذا كان الحصان طبق الشيء الركاب اللي يقول عنده طريقة ونجحت فهي طريقة. سفرنا عن هي اصح او ما صح زدناها صح. ما نجحت ليست طريقة. اذا لكي تقول انها طريقة لابد من نجاح. ثم نتكلم في الصح ولا صح. طيب كيف نعرف انها صح ولا صح؟ طبعا موضوع ثاني لكن تكلمنا فيه وتوقع وضحنا. الاختلاف بين الصح ولا صح اصعب شوي. سهل جدا. معرفته. انا اسوي كل شيء تسويه وانت تسوي كل شيء اسويه. اللي يسوي اشياء ثانية اكثر صح. لكن كلها صحيحة. بينما الاختلاف مع الخطا ما يحتاج يعني على ما قالوا اختبار قوي جدا. باختصار انت ما كنت تسوي. انت لما تختلف انت فرضا انت صح واحد وانا صح وفلان خطا. لما تختلف مع فلان اللي انت تسويه هو ما يسويه اصلا. بس تسويه هو ما يسويه انتهي انت النقاش. لكن لما تناقشني انا اسوي زيك بس اقل منك. فتضطر توريني ليش انت احسن مني. تقول صح انت سويت نفس الحركه اللي سويتها بس انا سويتها احسن منك والدليل تعالى اوريك. لو تعمقنا وزودنا سوي احسن منك. لكن انا سويتها زيك. وهذا يدل اني صح وانت صح. لكن لما فلان ما سواها اصلا انت. فصح خطا واصح. يسوون نفس الشيء. الصح والاصح كلهم يسوونه، لكن الاصح يسويه بشكل احسن. عشان كذا في خلاف، كل واحد يقول انا سويتها بشكل احسن، كل واحد عنده اثباته. ومعرفه الاثبات زي ما قلنا او معرفه الاصح عن طريق ان نختبر اختبار اخر. الخطا اصلا ما يسويه. كع كل طرق صحيت كع اللي يكب خطا ما يكع يختلفون اللي يكون صح كيف ما كده خفيف اطلع منها انت ما شوف ما تكع انت اصلا انت قلت الريوز تحكم مع حصان مفحول تحكم حصان يبغى ينطلق طبعا العشف الخيل تحكم حصان عسيف فالامور هذه تدخل فيها سهل انك تقول طريقه سهل انك تقول الكلمه الفلانيه والكلمه الفلانيه والكلمه الفلانيه لا هي طريقتي وانها اقرب لطريقتي سلك لعمرك لكن مي بالدعوه فقط قول الخيل الدعوه فعل فقل ما شئت متى ما شئت هذا لا يعني شيء الى ان تفعله زي ما قلت موضوع انه كانوا يقولون في اشياء معينه مستحيله في الخيل وانا اقول انا صدقت انها مستحيله وتستمر مستحيله الى ان ياتي شخص ويثبت ما يقول يثبت انها ليست مستحيله انتهى ما عاد هي مستحيله لو انت تقول مستحيله وانا اقول مي مستحيله لا انت تقول وانا اقول بالفعل معناتها مستحيله لان اكثر الناس يقولون اكثر الناس يقولون مستحيله وانت تقول انها مي مستحيله اذا هم احسن هم اكثر منك عندهم اكثر لكن لما هم اكثر مني لكنهم يقولون وانا اوري اذا انا افوز ويخسرون ما عندي مستحيل لذلك هنا الكلام اللي تسمع من اشخاص سويكم خطا مين بتدعوا فقط تاخذ وتركب على طريقه وانتهينا او تركب على اللي تسميه طريقه وانتهينا لازم توري الناس ومورات لحم وحتى لو اخذتها من شخص وطبقت احسن من انت حق منه احق منه فيها انا ما زلت مصر على كلام هذا يعني الناس يقول لك انك اخذت كلام معين من شخص معين وما حق تستخدمه لا انا اقول استخدم اكثر منه ان كنت احق فيه منه فرضا انا قلت كلمه معينه مقنعه وعد اوريها جيت انت اخذت الكلام مني سرقتها منك وطبقتها احسن مني انت احق فيها منك ما عندي مو مشكله انت احق فيها مني انا علمت طريقتي في الركوب صرت احسن مني انت احق بطريقتي مني ما عندي مشكله ولكن تاخذ كلمه مني وتحطها في شيء اسمه طريقه تسميها طريقه خطا ركوب خاطئ انت تسميها طريقه ركوب وماخذه مني ثم تستغلها علي هذا لعب زنا صار شديد يعني بلاط فانخربت خربت عندنا نكرر يمكن هذه انخربت خربت على ما قالوا على الاقل جيب شيء من اختراعك اخترع شيء اخترع كلمات معينه اخترع مصطلحات معينه ليش تاخذ مصطلحات و اختراعات او كلمات يخترعونها ويقولونها الخياله وتستغلها عليهم. ما عندك كلمات من نفسك؟
ما عندك اختراعات هل قدراتك قليلة جدا لدرجة انك ما تقدر تخترع مصطلحات؟ ما تقدر تألف مصطلحات؟ لازم تحتري مصطلحات تجيك ثم تستغلها؟ ورا ما تألف تصير عندك إبداع وتبدع في تطليع مصطلحات صحيحة زي الكمون صح يسوونها. هذا أكثر الشغل الكمون خطأ، يحتري يركب صحي وكلام عنده ما يستغل عليه. فهذا رأيي في موضوع الطرق. ليقولوا وقد قالوا يوم القيامة، اللي قرأ القرآن ليقولوا وقد قالوا، صلى ليقولوا وقد قالوا. في الخيل قال كلمات صحيحة أو كلمات حلوة أو معلومات صحيحة، بس طبعاً سرقها وجابها ومقتنع فيها، أو هو ليقولوا وقد قالوا، ليقولوا الناس وقد قالوا، اللي يبغى رأي الناس زي ما قلنا ما في صعوبة في منتخب رأي الناس، عطهم اللي يبغونه، مدح وأسلوب جيد ووضع جيد وشكل جيد وانتهينا. لكن ليقولوا وقد قالوا، فقط قول، لكن تركب الحصان يقول طز فيك وفي كلامك يدقوك لا ويريك ما طيعتك من حقك. ف طز مرة ثانية بيركم الخطأ أو طز مرة ثانية الجهلة والمتجاهلين. فباختصار شديد طرق الركوب هي الطرق الصحيحة، وهي أنواع كثيرة طبعا زي ما قلنا، أنواع كثيرة تدخل في نوعين، فطري ومكتسب. وين الثالث؟ حصان يقول، حصان يقول لما كثير ناس يقولون ليش اثنين ليش ثلاثة ليش أربعة ليش خمسة ليش عشرين، لا أنا أقول اثنين لأن الحصان يقول اثنتين مكتسبة وهي كثيرة جدا، طبيعية وهي واحدة. وين الثالثة؟ ما جبت الثالثة، ما طلعت الثالثة. يعني بعض الناس توقع انك انت تحدد على كيفك، لو انا حددت على كيفي انت تحدد على كيفك صح، بس انا ما حددت على كيفي وانت ما حددت على كيفك. الحصان حدد، الحصان يقول زي في الدين في اشياء طبيعية شيء مكتسبة، في الامور الاخرى طبيعي مكتسب. انا اقول لك الحصان يقول في طبيعي مكتسب، ما جبت الثالثة، ما جبت انت بتجيب ثالثة بتجيب رابعة بتجيب رابعة بتجيب خامسة، هي ثنتين مكتسب طبيعي. المكتسب طبيعي انه يكون له فروع كثيرة، انه مكتسب. تقول مكتسب اصطلاح اللغة يعني معناته ان الناس جايبينه هم من الحصان، فكل واحد يجيب طريقته. نرجع طبعا الموضوع طريقة صحيحة، لما تكون خطأ بطريقة. طب ليش الخطأ والطريقة؟ لأن الخطأ واحد يسويه يكون طريقة. يعني كيف تقول لي طريقتي في الركوب هي كذا والركوب الخاطئ اي واحد يسويه؟ معناته كل الناس عندهم طرق أجل، كل الناس تركب من يوم بدأت في الخير طريقتهم زي طريقتك. يعني كنت ركوبك الخاطئ تسميه طريقة، إذا هو اللي أنا كنت أسويه أول ما بدأت في الخيل، واللي مليون واحد ركبوا خيل سووه أول ما ركبوا الخيل، هاي الطريقة خاصة طريقة صارت عندك سهل جدا. عشان تكون طريقة لابد تكون صحيحة، عشان تكون صحيحة لابد توريني، ثم عاد نختلف مرة ثانية في موضوع الصح ولا صح. وهذا زي ما قلت كلام فيه عاد كيف تعرفها زي ما شرحنا، يعني عن طريق الفعل وليس كلام، يعني كل واحد يفعل الأشياء الثانية يشوف. وأيضا نرجع نكرر، خلاف مع الخطأ غير خلاف مع الصح. لا تحشر نفسك في محل ما تدخل فيه. اختلاف بين الكبون صح، اختلاف في الطريقة فقط، هدفهم واحد. لا تدخل نفسك في شيء ما يخصك، لا تدعي أنك أنت أقرب لطريقة من الطرق هذه، وتدعي أن خلافك مع الشخص الآخر أنك مع ذاك وذا ضدك. لا، هذاك ترى وأنا وذاك مع بعض ترى، أنت برا، هذا واقع وليس كلام. ما اختلف معه بس اختلافنا على الهدف، عفوا على الطريقة ليس الهدف، لكن أنا أختلف معك على الهدف والطريقة وهو يختلف معك على الهدف والطريقة، وهذا واقع ليس رأي، أسأله. هذا رأيي في الموضوع هذا وعلى المصابر.